ولد ملتصقا بالجنيه الاسترليني وقهر الدولار لعقود، ومن الطبعة السويسرية إلى الورقية، ومن وجه صدام إلى محيى الحسن بن الهيثم. هنا قصة الدينار العراقي منذ مولده وحتى الآن، وكيف أن دولارا واحدا أصبح يطيح بأكثر من 1300 دينار عراقي ويرهق الأسواق، وما قصة تعامل العراقيين بالروبية الهندية، وما خطايا صدام التي فعلها بحق الدينار، وحكاية تهريب العملة إلى إيران، وخفايا وأسرار أخرى ستعرفونها في وثائق اليوم. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. صراع بين الاستقرار والانهيار. رغم أن العراق بلد غني بالنفط وفي رصيده احتياطات هائلة بالدولار الأمريكي تخطت 100 مليار، إلا أن الدينار العراقي في أدنى مستوياته وأسعار السلع في غلاء مستمر بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارا مقابل الدولار الواحد، وهو ما ينعكس بالسلب على مستوى الحياة المعيشية للعراقيين في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، كما أن نسبة الفقر في العراق قد تجاوزت 25%. تشير تقارير اقتصادية إلى أن تراجع قيمة الدينار أمام الدولار بسبب محاولات بعض التجار الحصول على العملة الصعبة من السوق السوداء بدلا من البنك، والمضاربون في السوق يبثون الشائعات لخلق أزمة لرفع السعر. وما فاقم الأزمة أكثر، البيع من خلال المنافذ بأسعار أكثر من المقرر بيعها رسميا، ناهيك عن حرب المضاربات وتهريب العملة خصوصا إلى إيران. فهناك بعض التحويلات تسجل بحجة الاستيراد، إلا أنها في الحقيقة تهريب للعملة وتوضع في أرصدة وحسابات الغاية منها غسل الأموال. تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية سلط الضوء على ملف العملة في العراق، وأشار إلى أن هناك عمليات تبييض للأموال وتهريب غير قانوني للدولارات إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران ولبنان وسوريا. وتقارير صحفية عراقية كشفت أن إيران والجماعات الداعمة لها تهرب ملايين الدولارات من العملات الأجنبية من العراق إلى طهران من خلال إنشاء شركات وهمية وشراء بطاقات إلكترونية واستخدام الحقائب ومكاتب الصرافة. تحديات اقتصادية كبيرة أمام حكومة السودان، ورحلة صراع بين الاستقرار والانهيار يعيشها الدينار العراقي منذ دينار صدام الذي كان يعادل 3 دولارات إلى الدينار الحالي دينار بريمر. من الروبية إلى الدينار. يعد الدينار العراقي رمزا سياديا رافق تاريخ العراق الحديث، ومر بتطورات متعددة منذ ولادته عام 1932، فكان شاهدا على تغييرات سياسية واقتصادية مهمة، تعرض لسنوات قاسية من التقلب النقدي. قبل عام 1932 كان العراق يستخدم الروبية الهندية كعملة رسمية، حتى تأسس مجلس عملة العراق عام 1931 وصدر أول دينار عراقي ليحل محل الروبية ليساوي الدينار 13.3 روبية. ولكن كيف دخلت الروبية الهندية بغداد؟ حين كان العراق تحت سيطرة الدولة العثمانية، كانت العملة العراقية هي الليرة العثمانية والمجيدي والغازي والبارة والبشلك والقمري وغيرها من فئات العملة العثمانية التي سكت في عهود سلطانية مختلفة، حتى أن العراقيين استخدموها في أمثالهم الشعبية، فكانوا مثلا ينعتون الشخص الوضيع بأنه لا يساوي بارة أو لا يساوي قمري، وفي أغانيهم كانوا يصفون الخدود الجميلة للمحبوبات بالليرة المجيدية. وبعد وقوع العراق تحت الاحتلال البريطاني عام 1916 سقطت العملة العثمانية وتم سحبها من التداول تدريجيا، وحلت محلها الروبية الهندية، حيث كانت المستعمرات البريطانية في المنطقة أنذاك تتعامل بالروبية الهندية المدعومة بالجنيه الاسترليني
وأصبحت هي العملة الرئيسة في التداول، حتى أصدر العراق عملته الوطنية في الثلاثينيات، إذ ظهر الدينار العراقي أول مرة في التعاملات اليومية أوائل أبريل 1932، بعد أن تم سحب الروبية الهندية ليحل محلها الدينار، ونصفه وربعه والدرهم والفلس كقطع نقدية وطنية، مع ارتكاز الدينار حينها على الجنيه الاسترليني. وصدرت الطبعة الأولى من الدينار حاملة صورة ملك البلاد أنذاك فيصل الأول، ولقصة إصدار تلك العملة قصة نرويها لكم. في عام 1931 تأسس مجلس عملة العراق في لندن بهدف إصدار العملة الورقية والاحتفاظ باحتياط من عملة الدينار الجديد. انتهج مجلس العملة سياسة نقدية تحفظية بالاحتفاظ باحتياطيات عالية للغاية كغطاء للدينار، وتعززت قوة الدينار بربطه بالجنيه الاسترليني الذي ظل مربوطا به حتى 1959. وفي عام 1947 تأسس المصرف الوطني العراقي ليحل محل مجلس العملة، واستمر المصرف الوطني باتباع السياسة النقدية التحفظية والاحتفاظ بنسبة 100% من الاحتياطيات كغطاء للعملة المحلية القائمة، وبذلك فقد ولد الدينار العراقي كبيرا. وبموجب قانون رقم 44 لسنة 1931 ظل مساويا لقيمة الجنيه الاسترليني، لكن رحلته في التذبذب ستبدأ من هنا. العصر الذهبي. بعد ثورة يوليو 1958 وقيام النظام الجمهوري، تحول ربط الدينار من الجنيه الاسترليني إلى الدولار الأمريكي ليساوي الدينار 2.8 دولار أمريكي. وعلى أثر انخفاض قيمة الدولار عام 1971 ارتفعت قيمة الدينار العراقي إلى ما يعادل 3.3 دولار للدينار الواحد، وتحسن وضع الدينار وبات متداولا في أسواق العملة العالمية، ما عدا الفترات المضطربة التي مر بها العراق في السنوات العشر الأولى من العهد الجمهوري، حيث كان سعر الدينار يتذبذب أمام الدولار والاسترليني والعملات الأجنبية الأخرى. وبعد الطفرة النفطية التي شهدت اكتشافات نفطية هائلة في البلاد، ارتفع سعر الصرف للدينار العراقي وحظي بسيطرة ظاهرة في سلة العملات العربية والأجنبية بعد عام 1973. سبعينيات القرن الماضي تعد فترة ذهبية في تاريخ الدينار العراقي، وهو المعروف في أوساط العراقيين بالدينار السويسري. كان يطبع لدى شركتي ديلارو البريطانية وإكسبورتلس في الاتحاد السوفيتي، وكان مواطنو تلك الدول يحاولون بشتى الطرق أن يبيعوا بضائعهم للعراقيين بالدينار العراقي الذي كان يتجاوز 3 دولارات أمريكية، وذلك الانتعاش يعود بشكل كبير إلى استقرار الحكم وقتها برئاسة أحمد حسن البكر في الفترة من 1968 إلى 1979، إضافة إلى قرار تأميم المصارف وشركات التأمين في يوليو 1964. فحتى خلال فترة الحرب العراقية الإيرانية 1980 إلى 1988 لم يتأثر سعر صرف الدينار أمام الدولار، إذ كان يعادل 3.3 دولارات بسبب قلة مديونية البلاد مع وفرة مالية كبيرة إضافة للدعم النقدي العالمي لبغداد وقتها. إلا أنه في أواخر عام 1989 سجل سعر السوق السوداء 1.8 للدولار الواحد، لكن زهو رفاهية السبعينيات لم يدم طويلا. خطيئة نظام صدام. بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990 وحرب الخليج، ونتيجة قرار مجلس الأمن الدولي بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق، انحدرت قيمة الدينار ليصل إلى 3000 دينار مقابل كل دولار واحد، وازدادت معدلات التضخم بنسبة 1000%، مع ارتفاع كبير ومستمر في الأسعار أدى إلى تدمير قيمة العملة العراقية ووصولها إلى معدل صرف منخفض جدا، ما جعل العملة المعدنية وفئات العملة القليلة دون قيمة، وتهاوى موقف بغداد في سوق النفط العالمية،
فقوة الاقتصاد العراقي تأتي من تصديرها للنفط للحصول على العملة الأجنبية، وهذا ما انعكس سلبا خلال فترة تسعينيات القرن الماضي. وما ساهم في انحدار قيمة العملة أكثر هي طريقة وكمية طباعة الدينار خلال فترة التسعينيات، إذ كانت تتم داخل مطابع رديئة، فكان الدينار قابلا للتزوير بعكس الطبعات القديمة السويسرية التي تتمتع بقيمة كبيرة وأمان أعلى. فلم تعد تقنية الطبع السويسرية مستخدمة كالسابق، وظهرت إصدارات جديدة من العملات الورقية ذات نوعية رديئة، وأصبحت تعرف الإصدارات السابقة بالطبعة السويسرية، واستمر التداول بها في منطقة كردستان. وبسبب الطبع الحكومي المفرط من الأوراق المالية الجديدة انخفضت قيمة الدينار بشكل سريع، بحيث بلغت في أواخر عام 1995 3000 دينار للدولار الواحد. ونتيجة لتدهور قيمة الدينار بدأ البنك المركزي العراقي بإصدار عملات لم تكن معهودة في السابق. فمنذ عام 1991 حتى 2002 صدرت أوراق نقدية من فئة 50 و100 دينار و250 دينارا، فضلا عن إصدار عملة قيمتها 10,000 دينار. فنتيجة للتضخم الاقتصادي في السوق العراقية كان المواطن يحمل رزمات ضخمة من العملات ذات الفئة 250 دينارا لشراء مواد بسيطة. ومن الملاحظ أن معظم الأوراق النقدية الصادرة في تلك الفترة كانت تحمل صورة الرئيس السابق صدام حسين. إذن هذه الفترة شهدت تفاقم ظاهرة التزوير وطباعة العملة دون غطاء نقدي، وإغراق السوق بعملة لا تساوي الورقة المطبوعة فيها، ليصبح الدينار العراقي آنذاك عملة ضعيفة محليا ومنبوذة عالميا. دينار بريمر. عقب اجتياح قوات التحالف بقيادة واشنطن للعراق وسقوط الحكومة في 9 من أبريل 2003، أعلن رئيس الإدارة الأمريكية في بغداد آنذاك بول بريمر عن طبع أوراق نقدية جديدة تحل محل الدينار العراقي الذي يحمل صورة صدام حسين، وأعطى العراقيين مهلة 3 أشهر لمبادلة ما بحوزتهم من نقود. وهذا هو الدينار العراقي الجديد، دينار بريمر المستمر منذ 2003 إلى الآن. وكان الهدف منه طبع عملات ورقية جديدة باستخدام تقنيات مضادة للتزوير لخلق عملة واحدة موحدة تستخدم في كل أنحاء العراق. واستبدل العراقيون العملات القديمة بالعملات الورقية الجديدة بسعر 1 دينار قديم يعادل 1 دينار جديد باستثناء الدنانير السويسرية. فكان الدينار السويسري القديم يعادل 150 دينارا جديدا، ولم تكن تلك العملات الجديدة تحمل صورة صدام كالعملات السابقة. فالعملة الجديدة حل في إحدى فئاتها محي العالم العربي الحسن بن الهيثم محل صورة أبي عدي. وهذه العملة الجديدة ساهمت في رفع سعر الدينار العراقي وجعلته يخرج من الحفرة التي عاش فيها ردحا من الزمن في عهد صدام حسين، وتحول فيها بمرور الزمن إلى عملة رثة لا غطاء نقدي لها. وكانت قيمة الدينار العراقي الجديد عند طرحه 4,000 دينار للدولار الأمريكي الواحد. وتم إصدار قانون المصارف في 19 من سبتمبر 2003 لجعل المصارف تعمل في إطار قانوني متفق مع المعايير الدولية بميزات تنافسية وآمنة وسليمة لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والاستحالة تزويره والتلاعب بحقوق حامليه. زاد الطلب على الدينار العراقي الجديد بوصفه خزينا للقيمة بدلا من الدولار. وعلى أثر ذلك ارتفعت قيمة الدينار العراقي خلال الشهرين الأخيرين من عام 2003، إذ سجل سعر الصرف 2000 دينار للدولار، ثم انخفض إلى 1700 دينار للدولار نهاية ديسمبر للعام نفسه نتيجة فتح البنك المركزي العراقي نافذة لبيع العملة الأجنبية بغية المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار. جملة من التحديات واجهها، ولا يزال الدينار العراقي خلال عمره البالغ 92 عاما تتلخص في تذبذب سعر الصرف والتزوير والتهريب، في الوقت الذي تكافح السلطات العراقية لمحاولة ضبط الأسواق والحفاظ على سعر الصرف مقابل الدولار، في ظل وجود سوق غير نظامية لصرف العملة تديرها شبكات تتلاعب بأسعار الدولار كل يوم.
وهكذا نختتم رحلتنا عبر تاريخ الدينار العراقي، رحلة حافلة بالتحديات والتحولات تعكس مسيرة العراق الحديث بكل ما فيها من صعود وهبوط.